مساء الفل. نقطة أخدتها مصر من أنجولا بعد ما جابت لنا النقطة، يعني والله الواحد مش عارف أقول ندمان ولا زعلان إنه فضل قاعد لحد دلوقتي. يعني الساعة دلوقتي واحدة واحدة وربع بتوقيت مسقط عشان أشوف اللي بيحصل ده. ماتش كده من الآخر نقطة وجاب لنا النقطة. معلم كروش موسيماني، لا أنا مش غلطان في الاسم، كروش ولا كروش ولا زي ما أنت عايز تنطق انطق. النهارده عامل لك كرشه كده في الشوط الاول، ما انتش عارف هو بيلعب ازاي نص الملعب. يعني عشان الناس ما تفكرش ان انا بتكلم عن عبد الله السعيد عشان الموقف الاخير ليه مع النادي الاهلي او كده، لا، كل المحللين وكل النقاد بيتكلموا على عبد الله السعيد ان هو ما عادش يقدر يأدي مع منتخب مصر. تتفق معايا او تختلف، لكن بعد طلوعه من الملعب انت شفت شكل المنتخب بقى عامل ازاي. اي نعم، ما كانش هو الاداء اللي انت بالك فيه ولا اللي احنا متوقعينه ولا بنتمناه من المنتخب المصري، لكن هيطلع بقى علينا الجهابزة وكل الايه المطبلاتية زي ما بنقول كده بالمصري، ويقولوا لك النغمة اللي هي ايه ماشية، اهم حاجة الاداء، اهم حاجة النقطة، اهم حاجة ان احنا صعدنا. جاتكو نقطة ايه؟ يعني احنا بنلعب في كوكب تاني؟ ما تشوفوا اتفرجوا على الجزائر، اتفرجوا على المغرب، فرق بتلعب كورة وبتكسب. احنا هنقعد لحد امتى بقى التمثيل المشرف واهم حاجة النقطة، اهم حاجة ان احنا صعدنا، اهم حاجة ان احنا مش عارف ايه؟ امتى هنبدأ نتفرج على منتخب مصر وعلى اداء خططي وممتع ونقول الله، فين ايام ابو تريكة، فين ايام بركات، فين ايام عماد متعب، فين ايام عمرو زكي، حسني عبد ربه، اللعيبة الكبيرة دي، محمد شوقي، هنتكلم ونفتكر الايام دي ولا لا؟ عندنا احسن لاعب في العالم محمد صلاح، ماشي هيلعب لوحده؟ مش فاهم انا المنطق الغريب بتاع الناس اللي ماشي على نغمة ايه اهم حاجة الاداء، والاداء هيجي وبعد كده اما ندخل تحت ضغط ولا نعمل مش عارف ايه او بطولة مجمعة او الفرق او المنتخبات القوية هي اللي بتستمر على وتيرة واحدة ولها اداء معين ولها طريقة لعب. انت ايه طريقة لعبك النهاردة؟ اه صلى على النبي، استر يا رب، الحمد لله. دول الثلاث طرق اللي احنا مشينا بيهم النهارده في الشوط الاول، استر يا رب عشان ما يدخلش فينا اكتر من اتنين، بعد كده الحمد لله ان احنا جبنا جون قبل نهايه الشوط الاول، وفي الاخر نقطه واحده لا تكفي، او نقطه واحده تكفي انك توصل للدور الثاني من التصفيات. هنشوف هنعمل ايه مع الفرق الكبيره في الدور الثاني ده، بس الاول نخلص من ماتش الجابون. وهطول عليك ليه؟ انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس ودوس اللايك وحاول تشير الفيديو على قد ما تقدر عشان نوصل لأكبر عدد من المتابعين. اهلا بيكم، واتمنى ما حدش يكون زعل مني في المقدمة اللي قلتها، لكن حال الكرة المصرية او حال منتخب مصر في المباراة دي كمان بالذات، مش هتكلم عن التصفيات، ما يصرش. يعني اداء غريب، بدأ بالشناوي اكرم توفيق باك يمين واحمد فتوح باك شمال، واثنين احمد حجازي وايمن اشرف، ثلاثة في نص الملعب السولية والنني وعبد الله السعيد اللي عليه علامات استفهام كتيرة مش مني انا بس، من كل الناس. ثلاثة في المقدمة محمد صلاح ومحمد شريف ومصطفى محمد، بيجرب النهاردة طريقة انه يلعب بجناح، محمد شريف كجناح قدام احمد فتوح، وتحركات محمد صلاح اللي كان عليه الرقابه النهارده وما يعني عمل اتنين اسيست، اي لكن برضه مش هو ده الاداء اللي احنا منتظرينه من محمد صلاح ولا من الفرقه ككل. شوط اول يعني سيطره ميدانيه لحد الدقيقه 35 او الدقيقه 40 من فريق انجولا، مستحوذ بيلعب عليك باتنين لعيبه بس، اتنين لعيبه هم اللي بيلعبوا، كوستا وافونسو، وفي نص الملعب استريلا، ومن الناحيه الشمال مان تو مان على محمد صلاح من لعيب رقم 16. يعني مش عارف بقى اداء بقى، خليك بقى انت كانك واحد بتتفرج على الماتش، شفت النهارده اللعيب اللي المفروض ينقل لك اللعب من نص الملعب للثلاثه المهاجمين او تحركات المهاجمين عمل كام باص صح، اللي هو الكابتن عبد الله السعيد، ومحدش يحملني بقى انك متحامل عليه ومش متحامل عليه، انا بتكلم كوره. عبد الله السعيد لحد الدقيقه 20 ولا باص صح، ثلاث كرات اللي لعبهم الثلاثة ميس باص، مقطوعين الثلاثة. بتحرك غلط. تحركاته بعرض الملعب أو بطول الملعب وانطلاقاته مفيش انطلاقات. وتحس إن كأن كيروش كده محلفهم بالطلاق، لا هو ولا السولية ولا النني يطلعوا يعدوا نص الملعب.
حاجة غريبة الشكل، الكرة الوحيدة اللي ضغط فيها النني وزاد في الكرة اللي هي كرة الجول في الدقيقة 46. ضغط النني قطعها بصاها لعبد الله، اتلعبت لي محمد صلاح او لمحمد شريف، بصاها لصلاح لعبها بالعرض، الحمد لله ان النني دخل وحطها بمعلمة كده وسابها له مصطفى محمد يحطها جول. الكرة الوحيدة اللي عدينا بها نص الملعب واتمررت صح، وما كانتش معانا الكرة، ده احنا ضاغطين وقاطعينها. اكرم توفيق النهارده مش في حالته، ايمن اشرف مش في حالته، فتوح طلع اكتر من مرة وبصى كام كرة لمحمد شريف، انا ما تعرفش اصلا تتكلم كرة في الماتش، انت لازم تقعد بقى ايه تتكلم عن اخطاء لاعبين والخناقة اللي حصلت النهارده مع كروش. ودايما انا بقول محمد صلاح انت نجم كبير ولعيب كبير ولعيب عالمي على العين وعلى الراس، لكن شارة القيادة دي مش اي حد يلبسها. الناس بقى تطلع تهاجمني ما تهاجمنيش، انا بحب محمد صلاح جدا، ولكن مش هو الشخصية القيادية في الملعب. في اوقات في الماتش لازم انت تكون قوي مع الحكم، قوي مع لعيبة الفريق التاني. احترام صلاح الزيادة بيخلي الناس يعني في الكورة تشد عليك. على العموم بالتوفيق للمنتخب المصري ان شاء الله بقى في المرحلة التانية من التصفيات. احنا كده خدنا النقطة اللي احنا كنا عاوزينها كمشجعين وكجماهير، جالنا نقطتين، نقطة المكسب او نقطة التعادل بالهدف التاني لأكرم توفيق من تسديدة كده ربنا كرمنا وغيرت اتجاهها ودخلت جون. تغييرات بقى اللي هي ظبطت نص الملعب عندك في الشوط التاني، نزول حمدي فتحي في الشوط التاني، مروان حمدي يعني مع احترام الكامل ليه اهو نزل على حساب مصطفى محمد، مش عارف بقى، واحمد ياسر ريان نزل الحمد لله في 4 دقايق. التغييرات معناها ايه انا ما اعرفش، المهم ان احنا جبنا نقطه وخدنا بونت من فريق انجولا على ملعبه، نتيجه حلوه. ده كلام الناس، كلام النقاد وكلام الناس اللي هي ايه، ايوه انا ما اعرفش كده. انا اللي انا اعرفه ان حرام فرقه زي منتخب مصر تلعب مع فريق زي ده وتخاف منه وتلعب بتدافع في نص ملعبك ويدخل فيك جولين. اي نعم رجعت، لكن فرقة والله تكسبها سهل جدا، والله فرقة تكسبها سهل. يعني محمد مجدي قفشة النهاردة لو في الملعب ممكن 4 ثرو باص انفرادات بدون مبالغة. انت كنت عايز لعيب في نص الملعب ينقلك من يعني الفجوة الكبيرة اللي كانت ما بين نص الملعب والثلاثة المهاجمين، انت بتلعب بسبعة ورا وثلاثة قدام والنص ده شوارع، يعني تجيب فرقة وتقسم كده ناشئين 6 لـ6 يلعبوا في الحتة الفاضية في نص الملعب. مفيش حلقة ربط خالص ما بين المدافعين أو نص الملعب بتاعنا والمهاجمين بتوعنا. هنفضل لحد إمتى بقى معتمدين على الكرات الفردية؟ الله أعلم. أنا مش عايز أطول لأن الماتش مفيش فيه كورة، وكفاية كده إن أنتوا سهرتوا لحد دلوقتي أو أنا سهرت لحد دلوقتي. أتمنى كلامي ما يكونش زعل الناس، ولكن هي ده الواقع وهي دي الحقيقة في مباراة النهاردة. نستنى بقى الماتش الجابون نشوف افتكاسات كيروش، ومحدش يطلع يقول لي ايه انت متحامل على كيروش وهي دي نفس اللعيبة والكلام من ده. انا بتكلم على انت ضميت ناس وشلت ناس، اديني بقى نتيجة، اديني طريقة لعب، اديني خطة اعرف اتكلم عنها. انت بتلعب عليك النهاردة من الطرفين واخدينك غسيل ومكوى، يعني انا مش عارف انا هتكلم في ايه. يعني كوستا وافونسو دول بتوع الناحية اليمين لانجولا مقطعينك رايح جاي وحاطين فيك جول، يعني الجولين بتوع انجولا يعني الكرات كلها اخطاء دفاعية سواء من الناحية اليمين او من الناحية الشمال. يا راجل ده انت نص الملعب طول ال 30 دقيقة او ال 40 دقيقة في الشوط الاول انت ما لمستش الكورة، ما مسكتش الكورة، مفيش استحواذ عندك. يلا على العموم بكده الفيديو يكون خلص. لو عجبك الفيديو انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس ودوس اللايك، وحاول تشير الفيديو على قد ما تقدر على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لحضراتكم.